بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والذادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله
إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آی حرم حضرت معصوم شهادت بده ما روز شهادت امام هادی، با همه وجودمون داریم شهادت میدیم، و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته، اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهدى وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلة على صراطه. عصمكم الله من الزلال وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا وطهركم تطهيرا. حالا شایسته بود روز شهادت فقط یه جمله بگم و رد شم. اینجا که میگه من طهرکم تطهیرا، این خانواده ای که پوست و گوشت و خونشون طاهر و پاکه، لایمسهو الا المطهرونن، آی شیعیان آی دوستداران، حالا آماده ای من یه جمله بگم، آیا شایسته بود این آقا رو به مجلس شراب ببرن؟ اگه شیعه دق کنه و بمیره جا داره، فقط مجلس شراب نبردن، این آدم رو بیچاره میکنه. ببین اونج مظلومیت امام هادی اینه که آدم اگه داد بزنه کمه، فقط مجلس شراب نبردن. نانجیب جام شراب تعارف حضرت کرد، خانواده همه پاک و پاکیزه و مطهرن. فعظمتم جلالم و اکبرتم شأنم و مجدتم کرمم و ادبتم ذکرم
ووكلتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراقب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم ظاهر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم. من یه مقدار با مکس میخونم، وقت گذشته و نماز نزدیکه، فرصت معنا ندارم. خودتون به معنا توجه کنید، حیفه مزامین دعا رو از دست بدیه. و نوره و برهانه عندكم و امره الیکم من والاکم فقط والا الله و من عاداكم فقط عاد الله و من احبكم فقط احب الله و من ابغضكم فقط ابغض الله و من اتصم بكم فقد اتصم بالله انتم الصراط الاقوام وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى بالناس من أتاكم نجا ما هم سوی شما اومدیم جای دیگه نرفتیم نجات در خونه شماست و من لم یأتکم هلک الی الله تدعون و علیه تدلون. نوح به پسرش گفت بیا سوار کشتی شو ارکب منام، اگه میخوای اهل نجات باشی. گفت سوار نمیشم، میرم تو بلندترین نقطه کوه قرار میگیرم، هر جا رفت
از عذاب خدا در امان نبود. مگه نگفتن اهل بیت پیغمبر مثال کشتی نوحن، هر کی سوار به این کشتی به جهل نجاته. امروز اگه سجده شکر به جا بیاریم، ما هممون الان سوار این کشتی نجات. شلا تا لحظه آخر تا دم جون دادنم از این کشتی خارج نشید. من اتاکم نجاب و من لم یعتکم حلک، الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. سعد من والاکم و هلک من عاداکم و خواب من جحدکم و ضل من فارقکم و فاز من تمسك بكم و امنا من لجأ إليكم و سلم من صدقكم و هدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأوى و من خالفكم فالنار مثوى و من جحدكم كافر و من حاربكم مشرك و من رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وظهرت بعضها من بعض. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامن حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل
ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عند وكرامتكم علي وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم من بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستمسر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم معاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن روز شهادت روز امام هادی با همه وجودت سلم لمن و حرب لمن محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم هر کی امروز یه جا داره زیارت رو زمزمه میکنه یه عده الان حرمشن خوشا به حالشون یه عده الان نجفن یه عده کربلان یه عده کاظمه یه عده حرم امام رضا اما من و تو هم کم جایی نیستیم اینجا حرم اهل بیته اینجا همه حرمای حرمه اینجا مزار زهراست اینجا هم مدینه از هم کربلاست اینجا یه جوری ناله بزن همین یه زیارت و ذخیره شب اول قبر ما کنن بسه خوش به حال اونایی که از اول زیارت چشمه عشقشون میجوشه زیارت جامعه با عشق قشنگه مستجیرون بکن زائرون لکن
قلوب لائذون عائذون بقبوركم مستجمعون إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إلي ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم از همه اینا براءت می جویم هر کی دشمن شماست هر کی دوست دشمن شماست هر کی حقی از شما ضایع کرد هر کی از شما رو برگردان تا زمانی که زندم از اینا براءت می جویم و کل مطاع سواکم و من الائمه الذین یدعون الی النار حالا چی میخوای از امام هادی فثبتنی الله ابدا ما حییت علی مبالاتکم هممون یه حاجت مشترک داریم تا آخرین نفس در این خونه ثابت قدم بمانیم خدا ما رو شیعه امام هادی زنده بدار و بمیرا خدا لحظه جان دادن ما را با ولایت علی و آل علی خدا محشور بفرما فثبتنی الله ما حییت علی مبالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الی و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله
بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم. مواليا لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. وإلى جدكم شد زیارت امیر المؤمنین قسمت بشه. شد این یه جمله شد تو حرم علی زمزمه کنی. اونایی که دلشون برا ایبون طلا تنگ شده، کیا دلشون برا حرم علی تنگ شده، گرفتارا مریض دارا، یه لحظه چشم سر تو ببن، همین یه خط رو تو حرم علی زمزمه کن. و الی اخی کم بعث الروح الامین. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین. طعطع كل شريف لشرفكم وبغى كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم. بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. بهبا فما أحلى أسماءكم، شیرین تر از اسم شما کجا پیدا می کنم؟ تو این عالم هرچی گشتم قشنگ تر از اسم حسین پیدا نکردم. هر وقت دلم میگیره یه دست رو سینم میذارم. عیبی نداره وصف العیش نصف العیش. الانم همه رو به قبله ای وسط زیارت جامعه روز شهادت نزدیک ظهره. دست تو بذار رو سینم، عیبی نداره از همین جا همه با هم حسین رو. اگه دلت
آروم میکنه این عشق بگو حسین آرام حسین روح رما بعضی از روایات میگن سه روز طول کشید، بعضی ها نمشتن یه روز بیشتر امام حالی دبور نیور، اما اونایی که دلشون با اسم حسین رفته کربلا نمیرم براد. وقتی زهر خورد اولین اثری که زهر به بدن داره اینه آدم تشنه میشه. قربون نمای خوشگل شما بعد 1400 سال میگم تشنگی بی اختیار دید حسین. حالا مگر میشه امام حالی دمشون دادن تشنه باشه؟ یاد نمای خوشگل جد غریبش حسین. فما احلا اسماؤكم و اکرم انفسكم و اعظم شأنكم و اجل خطركم و اوفى عهدكم و اصدق وعدكم كلامكم نور و امركم رشد و وصيتكم تقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان. مريض دارا گرف دارا عادت این خونواده احسانه، یعنی من و تو هم گدایی بلد نباشیم، اینا نمیذارن کسی دست خالی بره. و سجیتكم و شأنكم الحق و صدق و الرفق و قولكم حكم و حد و رأيكم علم و حلم و حد. إن ذكر الخير كنتم أوله و أصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهى. بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار. بأبي أنتم وأمي ونفسي بمبالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبمبالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة واتلفت الفرقة وبمبالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم
عند الله عز وجل بل جاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. الان وقت دعاست، دست گدایی تو بلند کن. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيتي الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنكم أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.